إذن إخواني، سلام الله عليكم. تحية أخوكم حميد العقاوي، مبعوث قناة شوف تي في، وهذا المرة من فارو بدولة البرتغال. هذه الأجواء إخواني بعد تساقطات مطرية اللي عرفتها هذه المنطقة. فهنا مباشرة هذه الأجواء هنا من فارو، أولى المدن البرتغالية الرابعة بين إسبانيا والبرتغال. فهذه الأجواء، ففاصل موسيقي وسنعود. آثارك تاريخية وعاداتك تقليدية، آثارك تاريخية وعاداتك التقليدية، أما بالغرب والمصغر جامع سيدي عقبة، جامع الكبير والقبة، والي سيدي فاطمة. إذا إخواني، هذه الأجواء هنا من دولة البرتغال. نذكر مولي الباب سيدي عبد الوهاب، نذكر مولي الباب سيدي عبد الوهاب، الصالحين الأطياب سيدي دريس مشمع الحباب، فيه السواقي بزاف والشهادات على الجناب. الانترنت طايحة. بلاد القاضي وشيخان تحس كافي بسيدي زيان، بلاد القاضي وشيخان تحس كافي بسيدي زيان، سيد الشلالية الخوان به يتبان والعرسان، منهم شابات وشبان بالكساوي والتيجان. راشد البنيان أهل الجامل أولاد عمران، أهل راشد البنيان أهل الجامل أولاد عمران، شنو نعطيها الصبيان حمل النور والقرآن والمناسج عليها النسوان. طوالو إذن إخواني، هذه الأجواء هنا في فارو بالبرتغال. كانت واجدوا في هذه الأثناء بدولة البرتغال بمدينة فارو. جو رائع.
إذن تحية وألف تحية، كان معكم أخوكم حميد العقاوي.